هاد الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله، هاد الناس راه كرفسون يا استاذ، اقسم بالله الا كرفسون. ولهذا كنلتمس من سعاده الوكيل العام، وكنشكرك يا سعاده الوكيل العام، شوف من حالي لانني مواطن مغربي ومحقور في دوار ولاد بوحيا، وحقرتني هاد العائله ديالي كتواطئ مع شيخ ديال القبيله وبعض الموظفين في اداره عند درك ديال الزمور، بغيتك باش تحول لي الملفات ديالي وتحيلهم على المركز الجهوي باقليم الجديده، وانا مستعد لاي استنطاق يا سعاده الوكيل العام. وشكرا. معكم شايب كروم من دوار ولاد بوحيا دائره الزمور اقليم الجديده. خويا هذه العائله ديالي ما عندي حتى مشكل معاها، كنمشي نجيب القوت اليومي ديالي فين ما قسم الله، داكشي اللي قسم الله كنجيب القوت اليومي ديالي للوليدات ديولي. عندي واحد عمي ولادو وولد عمي ولادو، ما خلانيش اخويا نعيش مع الوليدات ديولي هاني مرتاح. هاد الناس بيني وبينهم نزاع من 2014، والسبب على بير ديال القبيله اللي زوروا لي التيترات ديولو، زوروهم بدون سند قانوني وردموا هذاك البير بدون سند قانوني، ضامنوا الناس ديال القبيله وضامنا باش نجمعوا الوثائق ونديروا مسطره. هاد الناس ملي ساقوا لي الخبار وجد داروا معايا تصفيه حسابات، جابوا لي واحد الكميه ديال المخدرات عند الباب ديال داري، واعتقلوني بدون سند قانوني وبمكالمه هاتفيه، وكاين تواطؤ مع بعض الدراكيين في الزمور، واعتقلوني ما خديتش الحق ديالي، درت شكايه من داخل السجن من برا على السجن ما خدتش الحق ديالي. هاد الناس ما فاتوا هاد الشيء وجابوا لي محضر ديال الاضراب بالنار اللي فيه 5400 باره، وكنت غادي نمشي ب 25 عام وتصبت بريء وعندي الشهود وعندي ادله صحيحه انا ودري خويا. هاد الناس ما خلوناش نرتاح مع الوليدات، جاوا صوتوا الدري خويا عنده سرتيفيكا فيها 25 يوم، عنده سرتيفيكا فيها 24 يوم، ما تخاطش الحق ديالو، كيبداوهم يسدوا عليهم مع 7 الصباح وكيسيبوهم دارك الزمور مع 11 3 الليل، كيجيو بالطوموبيل ديالهم كيجيو عند الباب ديال الدار وكيبداو بالركزه والتعارج. واش هذا معقول استاذ؟ يا مسؤول واش هذا معقول؟ هاد الناس ما عطونيش الحق ديالي، يجيو يداويو الجرده ديالهم، يسالي لهم السم، كاين مشيط لهم السم كيجيو يداويو لي الجرده ديالي، جريده اللي فيها فواكه، فيها فواكه كاع الناس كيحبوا فواكه يديرهم ومنايضر فواحد الجريده، هاد الناس كيجيو يحرقوها ليا، عندي ادله، عندي مكالمات مسجلين، عندي كل شيء، ما تخافش الحق ديالي. هاد الناس دابا حاليا انا استاذ وراه عندي شكايات في رئاسه النيابه العامه، ومشكورين الناس ديال رئاسه النيابه العامه، عندي شكايه في 9/8/2021 اللي كيتهجموا لي على محالي وشادهم بالصوت والصوره، وعندي السيديه ديالي راني دليت بها الناس ديال المركز الجهوي ومشكورين حتى هما من هذا المنبر، وباقي ما تخافش الحق ديالي، ما عرفتش الحق ديالي واش غيتهضم عند بعض المسؤولين ولا ما عرفتش شنو كيدير. انا دابا باقي غادي سلمي مع هاد الناس، باقي ما بغيتش ندير شي حاجه في راسي. هاد الناس هادو جاو طلب داروا لي شكايه عند سعاده القائد في قياده ولاد رحمون باش يسرعوا يفتحوا واحد الطريق في مساحه ديال 500 متر، وهاد الطريق راه رابطه من مدرسه لمدرسه فيها 3000 متر. لا يعقل استاذ الناس غيسرحوا الطريق عند باب دارهم لصالح ديالهم. حنا هاد الطريق هادي ناقشنا مع سعاده القائد ومشكور من هذا المنبر تا هو، ناقشنا معاه على اساس الطريق تسرح من المدرسه للمدرسه، معلمين يستافدوا، مدير يستافد، حنا نستافدوا، حنا مواطنين نستافدوا. هاد الناس يلا سرحوها من عند باب ديال الدار ديالهم، حنا بغينا مصلحه عامه هاد الطريق هادي. هاد الناس كيخرجوا لي شكايه وكيتواطؤوا مع عون السلطه اللي هو الشيخ ديال القبيله، كيخرج لي استدعاء وكنمشي عند سعاده القائد كيقول لي شنو موضوعك؟ وسعاده القائد استدعاء خرجت لي من عندك، قال لي شنو موضوعك؟ كنقول لي الطريق، كيقول لي ما تسد الطريق. واش الطريق انا ما ساداش سعاده القائد؟ واش انا كنقول لك ما سادهاش؟ هالطريق راه فيها جوج ونص، جوج متر ونص، تصرفوا فيها جدودنا وفيها والدينا، حنا ما زدنا ما نقصنا فيها. هاد الناس الا بغاو الطريق، سعاده القائد ياك انا قلت لك، الناس يجيبوها من المدرسه لمدرسه، والواجهه ديالي الا كان جايه مترو ياخذوا جوج ما يشاورونيش عليها حتى في التليفون. ويدكم طويله عليا. هاد الناس يلا باغيين يسرحوها 500 متر هاد الطريق هادي، هاد الطريق باغي يسرحوها 500 متر وعاد الباب ديال دارهم. علاش ملي كيخرجوا لي استدعاء وكنمشي دابا استدعاءات ما بقاوش كيطلقوا مني في استدعاء، دابا خارجين لي استدعاء اخرى عند دارك ديال الزمور، وكنتوصل بمكالمه هاتفيه البارح السبت، راه عندي التاريخ والنهار والشهر وعندي مسجل المكالمه. هاد السيد هذا اللي هو كي دراكي اللي كيقولوا ليه منير، قال لي انا معك دراكي منير، اللي كيهددني كيقول لي الا ما جيتيش عندي غنخرج نكرفسك. شنو داير اخويا؟ اش بيني وبينك من الحساب؟ انا اش مصرف لك شي حساب؟ انا عندي اسره كنجري عليها، كنمشي نجيب القوت اليومي ديالي، النهار اللي نصور والنهار اللي ما كنصورش، كنشبع برد موتور عندي كنمشي ما كنخلي حتى قنت، وباغي لهنا ما باغيش المشاكل. ولكن هاد العائله عندي راه ما لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الناس هادو استاذ
صيبطوا لي استدعاء الاولى وصيبطوا لي استدعاء الثاني على الدراكي وكيهددني الدراكي اللي كيقولوا لي منير وليني دابا جاوا لي الزرع ديالي عاود تشوف الحاله ديال الزرع ديالي انا بغيت شي مسؤول يخرج ويلبي لي الطلب ديالي ندق بابه ويفتح باب في وجهي ما كاينش انا هاد الناس الحق ديالي تهضم مع بعض المسؤولين هنا في اقليم جديده كيقول لك هاد الناس هادو الطغاة اللي هما عمي ولادو وولد عمي ولادو باغينا الطريق ومتواطئين مع هاد الشيخ ديال القبيله اللي شد المشيخه باش يؤدي المهام ديالو يلا كيحقر بها الناس الدراويش هنا في اقليم جديده والا ما تصابش هاد القول هذا يد الناس المسؤولين طويله عليا يدهم طويله عليا اجي تشوف الزرع ديالي كيولا خلوا هذاك الزريعه طلب الله تعالى قلت المطار وكاين الجفاف حنا متيبين الله ما خلوهاش هذيك الزريعه تطلب مولاها جاوا بركوا لي الحجره استاذ راه انت غتمشي لعين المكان وغتشوف هاد الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله هاد الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله هاد الناس راه كرفسوني يا استاذ اقسم بالله الا كرفسوني ولهذا كنلتمس من سعاده الوكيل العام وكنشكرك يا سعاده الوكيل العام شوف من حالي لانني مواطن مغربي ومحقور في دوار ولاد بوحيا وحقرتني هاد العائله ديالي كتواطئ مع شيخ ديال القبيله وبعض الموظفين في اداره في عند درك ديال ازمور بغيتك باش تحول لي المنفذ ديالي وتحيلم على المركز الجهوي باقليم جديده وانا مستعد لاي استنطاق يا سعاده الوكيل العام وشكرا حشومه وعار حنا لا ما عندنا لا حق لا قانون وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.